شو يعني؟ مياو مياو. وانتي مالك يا حبيبتي؟ انا جاية هنا بفلوسي. اقولك كلنا جايين بفلوسنا، واذا انتي دافعة بالجنيه انا دافعة بالدرهم يا ماما. I paid in dollars. مياو. بس عورتوا لي راسي ترى. انا هلي سافرة وهدوني هني عشان ارتاح، مو بس مع حشرتكم. لا يا حبيبتي، بقولك ايه، ما تسخطيش فيا لحسن عورك. مياو. والله ترى بشخط بظافري لين جسمك كله يعلم. يلا بس يلا. اف، انا مصدقة بعد اسبوع روعة ويا ناس مثلكم برجع البيت، يمكن ما اشوفكم مرة ثانية. معلش يا حبيبتي، احنا الود ودينا ما نخرجش من المكان ده ابدا. فين تلاقي مكان زي ده ناكل مع بعض ونضحك مع بعض وننام ونصحى مع بعض؟ وحتى الناس اللي موجودين هني بتولع عليهم، بشتاق لتعاملهم، حسن ضيافتهم واسلوبهم الراقي، كل شيء هني حلو. اتمنى هاي كلهم يسافرون. والله ما تزعليش يا حبيبتي، اهو الصيف جاي وهيسافر تاني ونبقى مع بعض فترة اطول بكتير. يلا عندك حق حبيبتي. يلا حبايبي، تحملوا على عماركم. See you soon. باي باي حبيبتي، مع السلامة، توحشينا.